مجاني متطلب يجب أن يتوفر فيه. تم تنظيم هذا اليوم الدراسي للتعريف بمختلف التسهيلات ومختلف الخدمات والقوانين التي سطرتها الدولة لفائدة أصحاب المشاريع بهذه المناطق خاصة، وتعريف أين تم طرح الانشغالات التي تواجه أغلب طلبتنا خاصة وأغلب المتعاملين الذين يريدون إنشاء من هذه المؤسسات، وكذا كيفية المرافقة وتسهيل الخدمات لهؤلاء أصحاب المشاريع. عرجنا إلى أهم تجارة المقايضة وأثرها وإيجابيتها، وكذلك إلى صعوبة العراقيل التي قد تواجه المتعاملين الاقتصاديين، وكذا إعطاء بعض الحلول والاقتراحات من أجل الولوج إلى الأسواق المجاورة للولايات العدنية.